بعد الدورة ديال المجلس طبيعة الأحداث السياسية اللي عرفها المغرب قد يكون متابع من طرف الرأي العام بشكل مركز. ولهذا بغيت نهنيكم على الشعارات اللي كانت في المدخل للتأكيد على الوحدة والتأكيد على وحدة الحزب وقوة الحزب وصمود الحزب وشموخ الحزب. ولهذا التمسوا من الأخوات والإخوان اعتبارا للأهمية ديال المؤسسة ديالنا المحترمة اللي هي الثاني أكبر مؤسسة تقريرية ديال الحزب بعد المؤتمر أنهم صبروا هذا النهار ونتبعوا الأشغال ونحترموا المتدخلين ونستمعوا للرد ديال اللجنة التنفيذية وديال الأخ الأمين العام. وإن شاء الله بغينا نعكسوا بحال اللي قلتي في البداية بالشعار الرائع بغينا نعكسوا القوة والشموخ والوحدة ديال الحزب إن شاء الله في البداية درناها وبغينا نديروها في التاني. شكرا لكم وغادي نبداو في التفعيل ديال جدول الأعمال ونعطي الكلمة للأخ الأمين العام من أجل قراءة التقرير يعني الخطاب السياسي وإحداث المراجعات المناسبة. ونؤكد اليوم أن حزبنا وهو المتجدر في المجتمع عليه أن يأخذ موقعه الطبيعي كقوة سياسية تتمتع بالسيادة على قراراتها، قوة اقتراحية قادرة على مواجهة كافة التحديات دون أن يرهن ذلك بالتموقع إلى هذا الجانب أو ذاك. ولذلك فإننا نعتبر أن بلادنا لا تزال في حاجة إلى أن يقوم حزب الاستقلال بأدواره في المعارضة السياسية بهوية استقلالية صرفة وفي إطار من النزاهة المعهودة فيه، معارضة تميز جيدا بين الألوان وتضفي الموضوعية والمصداقية على القرارات والمواقف. إن مشهدنا السياسي يشكو من اختلالات كبيرة بسبب عوامل تاريخية كثيرة، ومن مسؤوليتنا الواضحة أن نواصل نضالاتنا مع القوى الوطنية الديمقراطية الحقيقية من أجل تمكين هذا المشهد من سبل العلاج والشفاء. وخاطئ من يعتقد أنه قادر لسبب من الأسباب أو لعامل من العوامل على فرض الأمر الواقع بإخراج مشهد سياسي على المقاس. فمصلحة الوطن تقتضي أكثر من أي وقت مضى أن يفكر الجميع بمنطق الوطن قبل الحزب وبمبدأ الصالح العام قبل الحسابات الضيقة. تعمد البعض في هذا التوقيت الدقيق طرح بعض القضايا التي تهم الهوية المغربية العربية والأمازيغية التي تمثل ركائز هذا الشعب، وإننا ننبه إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها ممارسة السياسة بمثل هذه القضايا. فسواء تعلق الأمر بقضية الإرث أو بباقي القضايا المرتبطة بهذه التوابيت، فإن الانفراد بطرحها ومحاولة الاستفراد بالتقرير فيها أمر يكتسي خطورة بالغة بالنظر إلى ارتباطها بالدين الإسلامي الحنيف. ولذلك فإننا نذكر بأن مجتمعنا عالج قضايا بالغة الحساسية بمنهجية تشاركية في إطار المؤسسات المختصة بذلك برئاسة إمارة المؤمنين، كما حدث بالنسبة لإصلاح مدونة الأسرة وقضية الإجهاض. فمن غير المقبول ولا المستساغ أن تسعى كل قليلة إلى فرض قناعاتها على هذا الشعب المسلم ولا حتى قراءتها الفردية لقضايا مهمة. ونحن في حزب الاستقلال سنظل ندافع عن ثوابت الأمة وعن الإسلام دين الوسطية والاعتدال. الأخوات والإخوة، تفرض التطورات الأخيرة المتعلقة بالإرهاب أن نعيد التأكيد على مواقفنا الراسخة من العنف. ونحن بهذه المناسبة ندين بشدة جميع العمليات الإرهابية التي ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء في كل الدول وأخيرا في مالي، حيث أصر الإرهابيون على تكريس الجريمة النكراء. وحزب الاستقلال الذي نهض العنف بجميع أشكاله والتطرف بجميع تلاوينه
والإرهاب بجميع تجلياته ليؤكد تنديده بجميع العمليات الإرهابية، فإنه يدعو إلى عدم الانسياق وراء الحملات المصعورة الهادفة إلى الإساءة إلى الإسلام الحنيف، إسلام الوسطية والاعتدال، إسلام سمو بإنسانية الإنسان. لذلك يدعو الرأي العام في الدول الغربية إلى تجنب الرضوخ، إلى حملات التشنيع والتشهير والإساءة، وأن لا يكون ضحية سهلة ولقمة صائغة أمام الأوساط التي تخطط لإثارة الفتنة في العالم. وندعو وسائل الإعلام ألا تكون حمالة هذه الأهداف البغيضة. إن الإرهاب الحقيقي أيها الأخوات والإخوة هو الذي يقترفه العدو الصهيوني بكل طمأنينة، ويتعلق الأمر بإرهاب دولة منظم، حيث تمارس آلة العدو تقتيلا في حق شعب فلسطين الأزل وتدميرا شاملا في حق الحضارة. وها نحن نلاحظ أن العدو يقترف إعدامات مباشرة في حق الفلسطينيين في الشوارع كما في الزقاق، في البيوت كما في خارجها، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا. وهذا ما يجب أن يكون محل إدانة وصريحة من طرفنا ومن طرف أحرار العالم. ونؤكد أن الظلم المسلط على شعوبنا العربية والمسلمة في فلسطين والعراق وليبيا واليمن والصومال وسوريا هو الذي يعطي المبرر للآخرين في التعامل مع هذا بالتطرف والعنف. لذلك ندعو إلى الإسراع بحل النزاعات في العالم عبر آليات. وكذلك كل الإخوة الذين بفوزهم جميعا حققنا هذه النتيجة. ونحن نعتبر في حزب الاستقلال الفائز الحقيقي برئاسة هذا المجلس هو الأخ عبد الصمد قيوع بحصوله على أصوات غاية تتحكم فيها. أخوات والإخوة، قبل أن أعود إلى كرسي مع الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية التي أحترم رأيهم وأؤكد لكم جميعا على أن اللجنة التنفيذية كما صرحت دائما متضامنة مع بعضها البعض، أؤكد للجميع وللرأي العام أن المؤتمر 16 كان انطلاقة حقيقية للديمقراطية الداخلية التي عشناها جميعا. هذه الديمقراطية هي التي أعطتنا استقلالية القرار السياسي، هذه الديمقراطية هي التي أعطتنا الرأي والرأي الآخر، هذه الديمقراطية هي التي جعلت اللجنة التنفيذية ليست مجرد أسماء ولكن هي مجموعة أفكار. هذه الأفكار نناقشها فيما بيننا، أحيانا جماعات وأحيانا فرادى وأحيانا داخل المؤسسة، من أجل وحدة الحزب، تقوية الحزب، تحصيل على النتائج إن شاء الله في 2016 مشرفة لحزبنا لوطننا، لأن حزب الاستقلال 80 سنة وهو يكافح ويناضل من أجل هذا الوطن ووحدة الوطن. فالأحرابنا أن نناضل جميعا من أجل وحدة الحزب للقضاء على كل الإشاعات وكل ما يروج ونقرأه في بعض المواقع، سامحها الله سامحها الله. ولهذا الإخوة النقاش ونقاش حر، والمجلس الوطني سيد قراراته،